إذا خرجت المظاهرات في الشمال السوري تنديدا باستهداف طيران يعتقد أنه طيران التحالف لاجتماع قيادات جيش الفتح، والذي أسفر عن مقتل قائد جيش الفتح أبو هاجر الحمصي أو المعروف باسم أبو عمر السراقبي، وهو الذي يشغل أيضا بنفس الوقت دور العسكري العام في جبهة فتح الشام. عدة نقاط خرجت في مظاهرات، هنا كانت إحدى المظاهرات في ريف حلب الغربي. محمد فيصل، أورينت نيوز، ريف وحلب الغربي. Thank you.